إمام كمال الدين الدميري كتاب كيس حياة الحيوان الكبرى وحكوسه ورنا يا إنه يري إمام شافعي قبر موسى الكاذم الترياق المجرب يعني موسى الكاذم أو أها ويلور علي إمام جعفر الصادق أو أها أسردي في التفيرتي النبي أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا أهل البيت كي كرامايسنا هدي أد قبر جيسة بوقت أد كتوسو شؤد إلهي أكتسو كبريضو يعني وحقات ربطوها ذي ليس أيو كوضا هذا الكشافع الترياق المجرب يعني وداول التجابي أيو يلي إمام شافع ساسو أي تهي قلو إنكو هبيدا وحي كليهن وحان أنس برشاقنا أو إمامنا الشافع حدنا ندتك قبورها بوغضا إي زيارة قالي ويقانا مركا منين قالي ربان إني أنس برشاقتان مسانه ددك أي خيامي وسؤال جواب باهن.